تريد لها مقتل ركضت عمك من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل شسولف والحكي والطف عايش وياه شسولف ساعدوا للباقر شسالف والحجي والقف عايش وياها ركضت عمك من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل ركضت عمك من الخيمة للتل اخ اخ هاي بروحها تريد لها مقتل شسالف والحجي والطف عايش وياها شسالف والحجي والطف عايش وياها ركضت عمك من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل ركضت عمك من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل قالوا للصبر ممدوح واترك دمعتك للآن قالوا للصبر ممدوح قالوا للصبر ممدوح واترك دمعتك للآن وهو الشايف ظهر عاشور يا صديقي في ديوان أخ أخ مولانا ويا قالوا للصبر ممدوح ويترك دمعتك والآه وهو الشايب ظهر عاشور يا صبري في ويا يا صبري في أنا بدمعتي ما كنت أستعور والطف سالفة ما تنسي وتفوت شفت زينة ببين خيولهم أنا بدمعتي ما كنت أستعور والطف سالفة ما تنسي وتفوت شفت زينة ببين خيولهم وعشرة من الخيول بصدر ابويا وعشرة من الخيول بصدر ابويا موقعي في هدم الحلم يا زينب تعتار الخيل موقعي في هدم الحلم زينب تعتار الخيل على مسرح والد ابن القوم تسأل هاي بروحها تريد لها مقتل على مسرح والد ابن القوم تسأل هاي بروحها تريد لها مقتل شسولف والحجي والطف عايش لا ثقيل ولا سريع شسولف والحجي والطف عايش ويا ركضت عمك من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل ركضت عمك من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل هاي بروحها تريد لها مقتل قالوا للصبر ممدوح وترك دمعتك للآه وهو الشايب ظهر عاشور يا صبري لي في دوياه يا صبري لي في دوياه أنا بدمعتي ما كنت أستعر والطف سالفة ما تنسي وتفوق شفت زينب بين خيولهم تركض وعشرة من الخيول بصدر ابويا وعشرة من الخيول بصدر ابويا موقفي هدم الحل زينب تعثر الخيل على مسرح والد ابن القوم تسأل هاي بروحها
تريد لها مكان هاي الروحة تريد لها عاش نسولف والحجر والخف عايش عيونه الباطل عيونه أكضت عمتك من خانة للتا هاي الروح تريد لها مطعب أكضت عمتك من خانة للتا هاي الروح تريد لها مطعب هاي الروح تريد لها مطعب نرقب خيمتي فوق عداك الحاشا جرت على النار ومن الخيمة جرتني شلون حالي حالي الله الله آه 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 سرقت خيمتي فقاي ذاك الحال شافتني زينة سحقت على النار ومن الخيمة جرتني ومن الخيمة جرتني علويات صاح الحياة بوشيمة شنهم راي ما غلت بعد خيمة قلت الهيف يا عمات على الهيمة يتيمة من الروح وحت على يتيمة يتيمة من الروح وحت على يتيمة علويات صاح الحياة بوشيمة شنهم راي ما غلت بعد خيمة يا عماتي على الهمه يتيمه من الرعب ما حد على يتيمه يتيمه من الرعب ما حد على يتيمه دارت بزينه بس دينت لك يا بنا دارت بزينه بس دينت لك يا بنا لحظه ولو غيرها يتامل هاي بروحه تريد لها مقتل ركضت عن الخيمة للتل هاي بروحه تريد لها مقتل اش اسولف والحج هوار والطف عايش فدوا صوت الحج هوار والطف عايش شاسود والحج هوار خادم 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 سرقت خيمتي فوق عيب ذاك الحال شافت سحقت على النار ومن الخيمة جرت علويات صح الحياة بوشيمة شنهر راي ما ظلت بعد خيمة قلت الهيه يا عمات على الهيمة يتيمة من الرعب وحد على يتيمة يتيمة من الرعب وحد على يتيمة دارت بزينة بالصف دينت الثياب هنا دارت بزينة بالصف دينت الثياب هنا لحظة ولو غير الهي تتمل هاي بروحة تجربها مبدل ركضت عمتي من الخيمة للتل هاي بروحة تجربها مبدل شاسولف والحج جوار والطف عايش وياك والحج جوار والطف عايش وياك ركضت عمتي من الخيمة للتل هاي بروحة تريد لها مقتل ركضت عمتي من الخيمة للتل هاي بروحة تريد لها مقتل جانا اللي يلبس يا اللي يهدى عالشيب
أمي نبات زين العابد الحادي عشر من المحرم. لا حسين لا أبو فاضل جاني اللي ألبس يا ليلي الإحدى عشر يبني. سمعت صوت الرباب تصيح ودون لعد ابني. شو تسوي الصوت؟ هاي مسوي مهد مهد وتهزني دل الله. جاني اللي ألبس يا ليلي الإحدى عشر يا ابني. سمعت صوت الرباب تصيح ودوني لعبت ابني ودوني. قالت علي ما لابن خلنا نروح دروا اللبن بلش القبر ضيع الروح. قلت هالولد يوم الولد أذبح خفت خيانة بتموت عليها من قالت علي ما لابن خلنا نروح دروا اللبن بلش القبر ضيع الروح. قلت الولد يوم الولد مذبوح خفت زينة تموت عليه من النار. وقرأت جروح احسست ساعات بعملها تريد تروح بس شلون تندل هاي بروحها تريد لها مقتل. تريد تروح بس شلون تندل هاي بروحها تريد لها مقتل. ايش اسولف والحج هواي والطف عايش ويا اسولف والحج هواي والطف عايش ويا ركضت عمتي جاني اللي يلبس علي اللي الإحدى عشر يا ابني. سمعت صوت الرباب تصيح ودوني لعند ابني قالت علي ما لابن خلنا نروح دري اللي بلبلش القبر ضيع الروح. قلت لها الولد يم الولد خفت زينب تموت عليها من النار خفت زينب تموت عليها من النار. قرأت بروح احساس ساعات بعمل عيد عيد على ابو فاضل بروح احساس ساعات بعمل عباس. بس شلون تندل هاي بروحها تريد لها مقتل. ركضت عمت من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل. عاش شوف والحج هواي والطف عايش وياي شوف والحج هواي والطف عايش وياي. ركضت عمتي من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل. ركضت عمتي من الخيمة للتل هاي بروحها تريد لها مقتل. الصبح يوم 11
الله وإجا يوم الـ11 صبح يوم 11 ليلاً شفنا الضيق بانفازة روس وحتى عبد الله شفنا على الروم حاسد روس وحتى عند الله شفنا على الروم حراز حسين وزينب شافت النوق وتناشدني يا عمي منه عنا يا صاحب سجدت وقلت عمي بخدمتك تجفتني قالت انت من هوي صاحبك يا بني سجدت وقلت عمى بخدمتك متني قالت انت من هوي صاحبك يا بني على زينب ما ادمع النساء شمير يشتفها بالحبار يقول زين العابدين ربطنا بذلك العقل المزلزل لو ربط بعبد الناقل أدواها يا زين على زين ابن ادم عيسى شمير يشتفها بحبار على زين ابن ادم عيسى شمير يشتفها بحبار ضرب الصغر صحت تدوب الزل هاي الروح تريد لها وقت ضرب الصوت صعصت تنوك الزل هاي الروح تريد لها مقتل شسولف وين حجبها وقف عايش وياك شسولف وين حجبها وقف عايش وياك أكرت عمد من الخيمة انت هاي الروح تريد لها مقتل أقضت عمد من الخيمة لنت طايب روحة تريد لها مقتل شسولف والحج هوار وينطف عايش وياك شسولف وعمتي زينب مروح على بولي قال لها ابن سعسع طروا بها بجثث الأخلاق مشي أنا وعمتي زينب مروها على أبو اليمن رادت الهوى بس ناديت وحوي بحال يا عمه رادت الهوى بس ناديت وحوي بحال يا عمه الحد الحد وضعنا الشام تنشوف حد الحد وضعنا الشام تنشوف كثر زينب بجت مطبت الكوف الشام الشام جرح المحد يروف طبت عمتك ليزيد مستوف طبت عمتك ليزيد مستوف حد الحد وضعنا الشام يحدى الحاد وضعنا الشام تنشوف حدى الحاد وضعنا الشام تنشوف كثر زينب بجمس من طبة الكوف شام الشام جرح المحد يروف طبت عمتي علي زيد مجدوف طبت عمتي علي
طيب يا دستور يا دين تطب زينب للوالد يا دستور يا دين تطب زينب للوالد بيت فاطمة عن هيزيد يسأل هاي الروح تريد لها مقتل بيت فاطمة عن هيزيد يسأل هاي الروح تريد عطرة 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 عط